السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الحدث. بعد أكثر من أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس حول مجالات الصلاحيات البحرية، تدخل المذكرة رسميا حيز التنفيذ عقب مصادقة الغرف التشريعية في البلدان عليها. مجلس النواب طرابلس يقول إن المذكرة تعد حقا طبيعيا لليبيا تكفله القوانين والمعاهدات الدولية. إذن مشاهدينا نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار. دخلت مذكرة التفاهم التركية الليبية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا إثر المصادقة عليها من الدولتين حيز التنفيذ بعد إحالتها إلى الأمم المتحدة. فبعد أيام من الجدل من قبل دول عدة لحوض المتوسط، مذكرة التعاون الأمني والاقتصادي بين أنقرة وطرابلس تشق طريقها لتعبر مياه المتوسط إلى نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، لتحفظ في أرشيف المنظمة ومن ثم تعمم على الدول الأعضاء لتكون نافذة ولا مجال للطعن في شرعيتها إلا عن طريق القضاء الدولي. الأمر الذي أزعج أثينا التي حاولت الالتفاف على الاتفاق قبل وصوله إلى الأمم المتحدة، وهو ما دفعها لإمهال السفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد ما لم يقدم لها نسخة من المذكرة. وفي تطور جديد، نشرت الجريدة الرسمية التركية السبت مصادقة الطرفين على مذكرة التفاهم لتمارس الدولتان بموجبها حقوق السيادة المنبثقة من القوانين الدولية مع أخذ الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار. قبل ذلك، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أقر المذكرة مطالبا الجهات المختصة بنشرها في الجريدة الرسمية الليبية في إشارة إلى اعتمادها بصورة نهائية. وردا على مشككين في قانونية الإجراء، أكد مجلس النواب في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس على أن السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوفاق هي الجهة المختصة بالتوقيع بموجب الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس الأمن، والذي ألزم كافة الدول العمل مع الحكومة وإيقاف التعامل مع الأجسام الموازية. أهلا بكم مشاهدينا، وللحديث حول تفاصيل هذه المذكرات التفاهم التي دخلت حيز التنفيذ نرحب بمن انضم إلينا هنا داخل الاستوديو، المحلل السياسي السيد جمال عبد المطلب. أهلا بك سيد عبد المطلب. أهلا وسهلا. بداية، عندما تصل هذه المذكرات حيز التنفيذ وصدق عليها البرلمان في تركيا وأيضا حتى في ليبيا هنا تم المصادقة عليها، يعني ماذا بعد كل هذه الإجراءات حسب وجهة نظرك سيد عبد المطلب؟ وكيف رأيت هذه السرعة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات في تنفيذها أيضا؟ أهلا وسهلا. الحقيقة أول ما بدأت أعلن عن هذه الاتفاقية، قامت الدنيا ولم تقعد من بعض الدول اللي شهادتها غير مقبولة في قضية ليبيا وسيادة ليبيا وثورة ليبيا وكل شيء. لماذا؟ لأنها يعني مثلا مصر، اليونان، قبرص طبعا هذه دولة تابعة لليونان يعني لا يعتد برأيها، لكن المصريين واليونان وإسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني المعتدي على فلسطين، هؤلاء عاملين لوبي وجماعة للسيطرة على المناطق، على هضم حق لبنان وعاملين مشاكل لغزة، وبالتالي هنا يستغلوا. هم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها مثل ما قلت، واحتجوا احتجاج مهوش في محلة. وآخر عمل أهوج مخالف للقانون للأعراف الدبلوماسية وللقوانين هو طرد السفير الليبي، وليس طرد، قبله كان في العادة يستدعوا السفير يبلغوه بالاحتجاج، الأعراف الدبلوماسية يعني يبلغوه بالاحتجاج يطالبوه بالتوضيح، لكن ما يعملولاش إنذار من البداية 72 ساعة تقدم لنا كذا وإلا حكومتك وإلا تطرد، وهذا كلام لا يجوز. والعالم كله رد، حتى الوزير التركي والدنيا كلها، كان الأولى إذا كان انزعجوا اليونانيين ولا عندهم وجهة نظر يبلغوها لجيرانهم وخصومهم اللي صايرة ما بيناتهم حروب، هم جيرانهم وحلفاء وشركائهم في الحلف الأطلسي وفي الجغرافيا وفي كل شيء،
وبناتهم حروب سابقة، كان الأولى أن ينتقدوا ويحتجوا على الأتراك، وخاصة أن الأتراك شرعوا في الحفر في مناطقهم، يعني حتى شرعوا ووضعوا أساطيل وأسلحة وحامين حتى طيران يتحرك إلى آخره بمعرفة حلف الأطلسي والأمريكان والدنيا كلها. وبالتالي هذا التسارع اللي أشرت إليه حضرتك مهم جدا، لأن احنا في فترة لا تسمح تأجيل، بنحمو أنفسنا وبننظم أمورنا لا تستحمل التأجيل. يتكلمون عن الشرعية مردود عليهم هذا الكلام، لماذا؟ قالوا والله حكومة الوفاق حكومة لم يأتي بها الصندوق ولا تملك، لا تملك أن تقوم باتفاقيات استراتيجية أو إلى آخره بعيدة المدى أو قصيرة المدى، هي حكومة تسيير أعمال فقط. الرد عليهم رقم واحد، المصريين واليونانيين، أولا مش شغلكم أنتم، هذا رقم واحد، هذا شغل الشعب الليبي. أي نقد يوجه من إحنيه من نشطاء، من صحفيين، من مجلس النواب، من الرأي العام، من أي مكان، حتى من حفتر وجماعته، رغم أن حفتر طبعا لا يعتد برأيه. لماذا؟ لأنه أعلن عملته مع مصر، يضرب ليبيا، يضرب طرابلس بطيارات إماراتية وبجيوش إلى آخره. أود أن أختم هناي المشروعية لمجلس النواب. مجلس النواب قوته أقوى من المجلس الرئاسي، لماذا؟ لأنه مجلس نواب منتخب. المجلس الرئاسي اتفقت عليه الفرقاء الليبيين وأقره المجتمع الدولي واعترف به الأمم المتحدة، وهو سلطة تنفيذية مختلف عليه في نقاش في نقد، لكن مجلس النواب غالبيتها موجودة في طرابلس وأقر هذا الاتفاق، وهذه وبالتالي والآن الاتفاق بدأ يتحرك للمجتمع الدولي وسيعترف به، والمصريين تراجعوا. هنا في صار حدث غير عادي، ممكن ما قدروش تو في المداخلة الأولى نستعرضوا كل شيء. سأعودك بقول لك كده على موقف مصر وأيضا وزير خارجيتها بالأمس. أنتقل إليك وأرحب بك الكاتب والمحلل السياسي عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصر الدكتور محمد إسماعيل. أهلا بك سيد إسماعيل. بداية، كيف تابعت ردود الفعل حول مذكرتا التفاهم الموقعتان بين طرابلس وأنقرة؟ إلى حد ما وصلت هاتان المذكرتان حيز التنفيذ؟ تحية طيبة للجميع. حقيقة المذكرتين شغلت الرأي العام العالم يعني والإقليمي في الفترة الماضية، وكانت ردود أفعال عنيفة يعني حقيقة. وللأسف أن هذه الردود انطلقت قبل الكشف عن مذكرة التفاهم، يعني اللي كشف عليها قبل 3 أيام. يعني كان رد الفعل المصري عن طريق رئاسة الوزراء المصرية، واللي تجاوزت فيها وزارة الخارجية المصرية، واللي ذهبت إلى التشكيك في قانونية حكومة الوفاق، واللي تكلمت في مسائل أن فايز السراج نفسه لوحده لا يملك التوقيع، وتكلمت يعني كلام خطير استبقت الكثير من الأحداث، وخرجت حتى عن طورها وعن الأعراف الدبلوماسية. الأمر الثاني كان مع اليونان، يعني حقيقة في السرد وتابعته ما حدث، لعل الضيف الكريم أنا قد تكلم عليه. الباقي الدول الكبرى يعني حقيقة، وهنا اللي هن زي الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعقب إلا أخيرا يعني عن طريق الخارجية الأمريكية، واللي وصفت أن الاستفزازي ممكن يكون هذا الموضوع. كذلك انتقلت العدوى هنا إلى الداخل الليبي، فسمعنا اللي هي وشاهدنا برسالة عقيلة صالح لغوتيرش، وزيارة عقيلة صالح للسعودية، وبيان أكثر من جهة حقيقة، وإقحام مكونات اجتماعية وقبائل دون أن تقرأ هذا الأمر. فحقيقة حدثت ضجة كبيرة. في نهاية الأمر اكتشف الجميع أن هذه الاتفاقية في صالح ليبيا، يعني هناك كيلومترات بحرية منهوبة من ليبيا أرجعتها هذه الاتفاقية يعني حقيقة. وبعد القراءة والكشف عن مذكرة التفاهم في المجال البحري، شفنا ردة فعل مصر، واللي أثبتت أنها ما يضرش بمصالح مصر حقيقة. هذه الاتفاقية من جانب آخر الطرفين الموقعين فيها محتاجين إلى بعضهم البعض. كيف هذا؟ طبعا اللي هي تركيا محتاجة إلى شريك معها في مياه البحر المتوسط،
فلن تجد كلهم خصوم لتركيا يعني هنا، سواء قبرص أو اليونان العدو التاريخي أو مصر، وهذه الدول بالإضافة إلى إسرائيل عندها اتفاقية خاصة بعد ظهور هذه الاكتشافات اللي هن في شرق البحر المتوسط. لا. ليبيا اليوم في الحالة اللي تعرضها للحكومة الشرعية من عدوان على العاصمة محتاجة إلى حليف، فكانت هذه الاتفاقية بمثابة هات وخذ. يعني هي أعطت فيه اللي هي خلت تركيا توصل إلى شرق ليبيا مقابل ماذا؟ مقابل اللي هي أن تدخل تركيا مع حليف مع حكومة الوفاق. نعم. في المجال الأمني، وربما تتعدى هذا الأمر. خلاصة الأمر هنا حقيقة أن لا يمكن لدول بحجم تركيا أو التي هي في البحر المتوسط أن تقوم بهكذا أمور دون اللي هو إعطاء الضوء الأخضر من أمريكا. وأقول هذا حتى الأمر بالنسبة لحكومة الوفاق، ما كانت لتجرؤ لولا سكوت الأمريكان والذين لا نعرف مغزايا. نعم، واضح وصلت الفكرة دكتور إسماعيل سعودك بكل تأكيد. وأنتقل إلى ضيفنا رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عماد الدين المنتصر عبر خدمة سكايب من بوسطن أمريكا. أهلا بك سيد المنتصر. بداية، كيف تقرأ كل ردود الفعل هذه حول مذكرات التفاهم التي أثارت حسب ما وصفها ضيوفي أثارت بلبلة كبيرة وأثارت أيضا حتى الرأي العام الدولي خصوصا في أمريكا هنا، يعني كيف تقرأ وتتابع كل ردود هذه الفعل سيد المنتصر؟ مرحبا بك وبكل الحضور. ردة الفعل هذه تعبر عن أهمية هذه المذكرة وكيف يمكن أن تفتح الباب لحكومة الوفاق أن تستفيد من دعم تركي مهم جدا، لأننا نحن الآن أمام قضية وجودية، قضية مصيرية، وينبغي أن يكون استغلالنا وتعاملنا مع هذه المذكرة فقط لتحقيق هدف واحد وهو النصر على هذا المعتدي والقضاء على منظومته الإرهابية. فإن تعاملنا بحكمة وبسرعة وبقوة مع هذا مع هذه المذكرة فأعتقد أن المجتمع الدولي سيرضخ بالأمر الواقع. أولا يجب أن ندفع بتركيا أن تقوم بكل ما يمكن لدعم القضية الليبية. تركيا سيكون عليها ضغوط، تركيا منشغلة بحروب وبمشاكل أخرى كثيرة جدا، فلا نتوقع منهم أن يسارعوا جدا من تلقاء أنفسهم لدعمنا، فيجب نحن كذلك أن نضغط وأن نضع الشروط وأن نضع التوقعات حتى ندفع بهذا الحليف المهم لدعم هذه القضية المصيرية وهي قضية النصر في هذه المعركة الوجودية. كذلك يجب أن يفهم العالم الدولي أننا نحن دولة لنا اعتبار، فلا بد من أن تكون هناك ردة فعل قاسية على ما قامت به دولة اليونان تجاه السفير الليبي. فليعلم الجميع أن حجم صادرات النفط الخام لليونان تفوق 500 مليون دولار سنويا، فعلى حكومة الوفاق أن تبحث عن مكان آخر لتسويق هذا النفط الخام ولتدفع باليونان أن تشتريه بثمن باهظ بثمن أكثر من مكان آخر، فلنبيع هذا النفط لدولة صديقة، دولة تحترم الشعب الليبي وتحترم القضية الليبية. كذلك نحن نستورد من اليونان مشتقات نفط تفوق قيمتها 210 مليون دولار سنويا. ينبغي علينا حالا وعلنا أن نبحث عن مصدر آخر لاستيراد مشتقات النفط، فلنعلم اليونان درس. طيب. أننا دولة ذات اعتبار. واضح وصلت الفكرة هذه سيد المنتصر. نعم نعم سأعودك بكل تأكيد خلال هذه الحلقة سيد المنتصر. أيضا مشاهدينا ينضم إلينا الآن السفير السابق والخبير بقانون البحار من عمان الأردن عبر الهاتف السيد سالم قواطين. أهلا بك سيد سالم، وبصفتك خبيرا هنا في القانون البحري، يعني لو تفصل
لنا ما حدث خصوصا في مذكرة التفاهم التي وقعت بين أنقرة وطرابلس في الجانب البحري هنا وترسيم الحدود البحرية؟ نعم سيد سالم. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييكم وأحيي ضيوفكم الكرام والمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، هذه المذكرة وقعت من قبل جهتين ذات اختصاص قانوني وسياسي ومخولتين بالتوقيع على هذه المذكرة. من الجانب الليبي عندما تم التوقيع من قبل رئيس المجلس الرئاسي فهو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، والمذكرات ومذكرات التفاهم من هذا النوع توقع عادة من قبل الشخص المكلف أو المسؤول على مستوى السلطة التنفيذية، وبالتالي هذه الاتفاقية وهذه المذكرة نافذة من لحظة التوقيع بين الجانبين من حيث الشكل ومن حيث المضمون، لأنه الشكل موقع من سلطتين ذات اختصاص. من حيث المضمون المذكرة تبحث موضوع المناطق البحرية، المناطق منطقة الاقتصادية ومنطقة الجرق القاري، وهاتين المنطقتين ما زال لم تحدد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وكانت هاتين المنطقتين في غياب ليبيا لظروف المعلومة للجميع ما يجري في ليبيا، كانت هناك شبه تواصل بين مصر، بين اليونان، بين قبرص وبين الكيان الصهيوني، للأسف دون التشاور مع ليبيا ودون التشاور مع تركيا. إن قيام تركيا وليبيا بتوقيع هذه الاتفاقية أو المفكرة خلق نوع من ردود الفعل الانفعالية من قبل هذه الأطراف، وهذا السبب اللي قامت به اليونان باستدعاء السفير ليبيا ثم إعطاءه فرصة 72 ساعة للمغادرة. هذا الإجراء لم يكن المفروض لم يكن أن يحدث ولا يجوز أن يحدث أصلا، لأنه مثل هذه الاتفاقيات يجب أن توقع منطوق صراحة في اتفاقية قانون البحار على أن هذه الحدود ما زالت بين الدول تحتاج دائما لتحديد، وهذا التحديد يحتاج لاتفاقيات. إنه هذه الاتفاقية أو المذكرة للأمم المتحدة هو من باب الإيداع، يعني لا نحتاج للأمم المتحدة لاعتمادها، هي فقط إيداع في الأمم المتحدة، ثم إذا تعمم أو لا تعمم هذا موضوع آخر. المهم في هذا الإطار توقيع المذكرة جاء أو مذكرة التفاهم جاء في الوقت المناسب لحماية المصالح الليبية فيما يتعلق بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية وبالطبع المصالح التركية. طيب يعني سيد قويطين أفهم من كلامك هنا بأن هذه المذكرة خصوصا في الجانب البحري لا تشبهها شائبة، وهي يعني لا تمس أي دولة أخرى، هي فقط إرجاع حق لليبيا ولسيادة المياه الإقليمية الليبية لا أكثر ولا أقل. هي لا تمس أي دولة أخرى، لكن حالة الانفعال هي بسبب أن بعض الدول تريد أن تعتدي على الحقوق الليبية وتفاجأت بهذه الاتفاقية بين تركيا وليبيا فبهت الذي كفر. هذا هو ما حصل بالضبط. جميل. نعم.
نعم، سأعود لك السفير السابق والخبير بقانون البحار سيد سالم قويطين. أعود لك هنا من جديد سيد عبد المطلب، يعني بحديثي معك قبل قليل في ختامه ذكرت ربما ردة فعل مصر في البداية كيف كانت، وبعدها أيضا تغيرت تلك اللهجة عبر لسان وزير خارجيتها سامح شكري. نعم، عادة مصر في تاريخها بالكامل، يعني من إبان احنا متابعين للتاريخ المصري حما في عصر فاروق، في عصر عبد الناصر، عصر السادات، عصر مبارك، والآن في عصر مرسي طبعا سنة واحدة رغم أنه الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد، والآن هذا الرئيس الغير شرعي أنا شخصيا لأنه يتكلم علينا ويدعم، يعني بعض الناس يقولوا ليش مثلا السيد عبد المطلب يتطاول ويتكلم مش من مصلحتنا، لا من مصلحتنا، لابد أن ندافع، الذي يزعجك تزعجه، الذي يهينك تهينه، الذي نحن لسنا السيد المسيح، الذي يعني حتى بشار الخولي أول رئيس جمهورية للبنان وهو رجل مسيحي وعسكري وكذا، فقال أضرب بسيف محمد واترك يسوع، بمعنى أنك الذي يزعجك تزعجه، الذي يخاصمك تخاصمه، الذي يطرد سفيرك ويهينك هذا سفيرنا سواء كان منطقة الشرقية أو بعت عقيلة صالح أو كذا، هذا ابننا وليبي وسفير ويمثل ليبيا وعومل بطريقة مهينة جدا مخالفة للأعراف. طبيعي أن يطلب من سفير أو من دبلوماسي في اتفاقية فيينا يطلب لسبب منصف أو غير منصف يطلب منه المغادرة لسبب ما، أحيانا حتى وزارات الخارجية عندما تطلب من دبلوماسي معين المغادرة يقولوا غير مرغوب فيك، مهدبة يعني، ويعطوه مهلة، ولكن لابد أن يحترم، ما يستخدموش كلمة الطرد ومن البداية، لا، إلا في حالة إذا قام بعمل في شيء من الإرهاب، مثل تصريح، أذكر تصريح كان في عصر الزحف على سفاراتنا في عصر النظام السابق موسى كوسا، المدعو موسى كوسا هذا كلف بسفارتنا في لندن، كان سفير هناك أمين يسموه أمين مكتب شعبي، فبدأ النظام السابق يصفي الليبيين في الخارج في أوروبا، يقتلهم في روما في ألمانيا في كذا، أذكر هذه الواقعة، فجو الصحفيين لموسى كوسا كسفير وقالوا شو رأيك فيما يجري هذا القتل وكذا، قال له قال كلام يعني أيد الكلام أيد القتل، فكان وزير خارجية بريطانيا مجتمع في روما بلغ بهذا الحدث، فأمر وزارة الخارجية بتبليغ موسى كوسا بالمغادرة. نعود إلى إلى مصر. في عجالة مصر في عجالة تعودت، اعتدنا أنها دائما تتعامل مع العالم العربي مع المنطقة بشكل عام بنوع من التعالي وكذا، لأننا نحترمها، لها دور، لها تقل ثقافي تاريخي، لكن هي استغلت هذا التقل وبدأت تتطاول، غيرت سلوكها مع دول الخليج علشان الأموال، علشان تستفيد من الأموال في عصر مبارك بالذات، تطبيل وتزمير للخليجيين، والشيخ زايد سموه حكيم العرب إلى آخره. ليبيا طبعا القدافي أزعجهم فاستخدموا لسياسة التزمير والتطبيل وأخذوا منه أموال طائلة واستثمارات إلى آخره، ما زالوا الآن يستغلون الوهن اللي تمر بليبيا بعد الثورة وبعد التدخل في شؤوننا من دول إقليمية وهذه المشاكل، وبدأوا يتجاسروا علينا ويتكلموا عن الشرعية، ليس من حقهم، فاقد الشيء ليعطيه، هم غير شرعيين انقلابيين، هذه نقطة. النقطة الثانية مش دخل، الآن صار تطور لنصل إلى الهدف بسرعة. نعم. صار تطور، شكري وزير خارجية مصر طلع، وفي العادة يعاندون ويصرون على مواقفهم وإن كانت خاطئة، لكن يبدو أنه استدعى مجموعة من الخبراء اللي ما قالش كلام من هكذا، من خبراء القانون والبحار مثل السيد سعادة السفير قويطين المصريين، وبلغوه بأن هذه الاتفاقية في صالحهم، هذه الخطوط لم بالعكس مش مسينا احنا اي شبر من المياه البحريه المصريه، بل المصريين تبت الان خبراء قانونيين امريكان واجانب في الترسيم، والان نعم. ان مصر مستفيده من هذا الاجراء، هذه نعم. نقطه وجب توضيحها يعني. واضح واضح نعم. سيد عبد المطلب، اذا مشاهدينا انتقل الى الكاتب والمحلل السياسي دكتور اسماعيل عبر الاقمار الاصطناعيه. دكتور اسماعيل، عبر ردات الفعل هنا سيد فتحي باشاغا من خلال تصريحاته ذكر بان مذكره التفاهم هذه مع تركيا ستقوي حكومه الوفاق وستعزز ايضا حتى قدرتها في صد العدوان على العاصمه، انت هنا كيف توافق او كيف تقرا هذا التصريح من سيد فتحي باشاغا؟
نعم، نحن في هذه الحالة ما عندناش إلا الوزير بشاغة يعني حقيقة اللي عبر عن المذكرة، المذكرة الأمنية لم يكشف عنها إلى هذا الوقت. النقاش حدث اللي هو في المذكرة البحرية واللي خرجت قبل أيام طبعا، لكن المذكرة الأمنية ما لم تسرب إلى هذا الوقت ولا تعرف. والراجح أن اللي موقع عليها اللي هو اللي يهتم بالشؤون الأمنية مع تركيا اللي هو وزير الداخلية، وهذا سمعنا التصريحات. فالبناء كل الآن حنتكلم، ما نتكلموش على أمر مقروء هنا، نتكلم اللي هو على تصريحات وزير الداخلية أن هي المذكرة التي وقعت. طبعا كلامه كلام مبشر يعني حقيقة كما قال، واضح اللي هو المذكرة الأمنية هي مقابل المذكرة البحرية. يعني ليبيا بتوقيعها مع تركيا جعلت اللي هي تركيا تتجه جنوبا في مياه المتوسط وتستفيد اللي هو من النفط والغاز ومن التنقيب، يعني توصل مقابل ايش تعطي هذه؟ اللي هو ان الان الحكومه الشرعيه في حاجه الى النصره والى الدفاع عن نفسها، فهنا ان تركيا تساند هذه الحكومه الشرعيه. هنا انا اخمن لماذا لم يكشف عن هذه المذكره، ربما لامور طبعا دوليه يعني خصوصا ان ليبيا هنا تخضع لحظر الاسلحه وما الى ذلك. لكن نبني زي ما كما قلت لك سابقا اللي هو على كلام الوزير بشاغة، والتي يبدو من خلالها انها ستتحسن فيها الاوضاع الميدانيه بالدعم التركي. طيب هنالك ايضا من بين ما ذكر سيد فتحي بشاغة دكتور اسماعيل انه يعني هذه المذكره وايضا حتى حكومه الوفاق تركت المجال للدول الداعمه لحفتر كي تتراجع عن موقفها، ولم تستخدم ربما ذلك الرد الدبلوماسي العنيف ضد كل هؤلاء. يعني كيف ترى ذلك انت؟ والله حقيقه انا استغرب يعني في هذا الامر، كيف تركت في هذه القضية أم من 4-4؟ يعني هذه الدول اللي تقصفنا وتساند هذا المجرم حقيقة، يعني الآن هل ستتراجع أم أن للكلام مغزى آخر؟ يعني هذه واللي خلت ردة الفعل لهذه الدول أنها تكون عنيفة أن هذه الاتفاقية بمباركة أمريكية ربما هنا أخمن، وأن هذه المباركة ستقلب كافة الموازين فيما هو قادم، ولذلك قال أنه ترك لها الأمر لكي ترجع. يعني يتكلم بهذه الثقة أظن اللي هو لقوة لما يراه هذا الوزير اللي هو من قوة هذه المذكرة التي وقعت وللمباركة القوية التي تحظى بها إلى هذه الساعة. واضح أن التوقيع في الشأن الأمني شأن قوي، وهنا اعتمادنا الوحيد كما قلت لك سابقا على كلام الوزير. نعم، وأعود أيضا بكل تأكيد لسكايب السيد المنتصر. سيد المنتصر أعود لك هنا من جديد وبحديثنا على ردات الفعل هذه حول مذكرات التفاهم، أيضا من بينها تصريحات وزير الداخلية فتحي بشاغة قبل قليل. ولكن يعني بعد أن دخلت هذه المذكرات حيز التنفيذ خصوصا الجانب البحري، برأيك ما الذي سوف يضيفه ذلك على المشهد ككل؟ إن نجحنا في استثمار هذه المذكرة كما يجب نستطيع أن نحقق انتصارات دبلوماسية كبيرة جدا، ناهيك عن التأثير على الوضع العسكري على الأرض، وهذا أمر معروف. نحن علينا الآن أن نوضح للعالم الدولي كيف أن هذه المذكرة ستفيد الجميع. وأعطيك مثالا، التفاهم والاتفاق الأمني مع تركيا له عدة جوانب، أحد هذه الجوانب يؤرخ الولايات المتحدة الأمريكية جدا، وهو السيطرة على المناسب الجوية والبحرية والبرية الليبية. هذا الأمر كان يناقش في كثير من لقاءات المسؤولين الأمريكان بالمسؤولين الليبيين، كيف لليبيا أن تتحكم وتسيطر على منافذها الجوية، وحركة الملاحة الجوية مهمة جدا، ونحن نعرف أن هناك منع سفر على الليبيين إلى أمريكا، وأحد أسبابه هو عدم قدرة الحكومة الليبية على السيطرة الأمنية على هذه المنافذ. فنحن نقول للدولة للإدارة الأمريكية إن تفاهمنا وتعاوننا مع الجانب التركي في إحكام السيطرة الأمنية عن طريق التعاون الفني، التعاون الأمني العسكري التقني،
هذا سيؤدي إلى إحكام السيطرة، وهذا ما تريده الإدارة الأمريكية بالتحديد من الحكومة الليبية. فعندما نوضح للعالم الخارجي كيف أن هناك استفادة كبيرة من عدة نواحي لكل هذه الدول، نحن سنكسب دعمها أو على الأقل نضمن أن لا نثير حافظتها علينا في هذه المرحلة الحساسة. يجب أن نكون أقوياء، نخاطب العالم الخارجي بقوة، مداهنة الظلم، مداهنة الأعداء لا تأتي بنتيجة إلا بالمزيد من الظلم والعدوان والبغي. هذه سنة الكون وهذه يفهمها العالم الغربي تماما. فلا بد من أن نكون واضحين ونبدأ بالرد القوي على دولة اليونان على ما اقترفته كما ذكرت أنا من الناحية الاقتصادية. ولنا كذلك جانب قانوني مهم نستطيع به أن نضغط على اليونان، حيث أن هناك تمركز كبير للمهربين في جزر اليونان الذين يهربون النفط الخام الليبي. فلنرفع شكوى عند الاتحاد الأوروبي وعند الأمم المتحدة ونتهم اليونان بأنها تتستر على هؤلاء، فتعمل كل ما يمكن استعماله. واضح. نعم. واضح سيد المنتصر. أعود لكنا من جديد الخبير في القانون البحري وأيضا السفير السابق السيد قويطين. سيد قويطين، بحديثي هنا قبل قليل مع السيد المنتصر بأن هنالك من الجوانب القانونية التي بإمكان حكومة الوفاق الرد على اليونان. يعني اليونان يعني امتعضت من هذه المذكرة وحاولت الضغط حتى على إيطاليا والاتحاد الأوروبي بأن يكون هنالك ربما عدم شرعية حكومة الوفاق في توقيعها على هذه المذكرات، وأيضا ما قام به حتى قبل يعني أمس أو الأمس في البرلمان عقيلة صالح بأن خاطب غوتيرش وخاطب الجامعة الدول العربية بسحب ثقة حكومة الوفاق وشرعيتها وغير ذلك. كل ذلك هنا سيد قويطين هل يؤثر ربما في هذه المذكرة حتى وإن نفذت على أرض الواقع؟ أولا بالنسبة ل يعني اختصاص رئيس الدولة اللي هو رئيس المجلس السراد السيد السراد، هو أصلا حضر اجتماعات الجامعة العربية وحضر اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وهناك اعتراف دولي في كونه رئيس المجلس الرئاسي، وبالتالي يعني اعتقد من السخافة ان تطعن اي جهة بصلاحيات واختصاص رئيس المجلس الرئاسي، لانه اثبت في جميع المواقع وقبل في جميع المحافل الدولية وهو يحظى باعتراف دولي. إذا من هذه المنطلقات لا تستطيع أي جهة سواء داخلية أو خارجية تطعن بصلاحيته واختصاصه في التوقيع على هذه المذكرة. ثانيا هذه بالنسبة لليونان، فاليونان تعرف حقيقة وأعتقد أنه تراجع نفسها أنه موقفها كان خاطئ من جميع يعني المعطيات. لا يجوز أن تأخذ هذا الموقف، لأنه من حق تركيا ومن حق ليبيا ومن حق اليونان ومن حق مصر أن توقع اتفاقيات مع دول أخرى تتعلق بمناطقها الاقتصادية وجوفها القاري وإلى ذلك. فهو موقف سيكتشفه، وأعتقد أنهم يكتشفوا أنه موقف خاطئ وغير مقبول دوليا. والاتفاقية هذه هي لا تعتدي على أحد، هي فقط تعاون مطلوب وتحث عليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية قانون البحار، تحث الدول المتقابلة أو المجاورة على توقيع اتفاقيات فيما بينها لرسم الحدود البحرية. ومن هنا كان هذا الموقف من هذه الدول مستهجن حقيقة،
لأنه لا يتفق مع روح ومضمون ونصوص اتفاقية قانون البحار والقانون الدولي. نعم نعم واضح سيد. يعني نعم الإجراء سليم. وصلت الفكرة سيد جوتين. نعم حيث المضمون. نعم وصلت الفكرة سيد جوتين بكل تأكيد. سيد عبد المطلب عود لكنا من جديد داخل الاستوديو بحديثنا على ردات الفعل وما حدث بعد توقيع هذه المذكرات ودخول حيز التنفيذ. أيضا نعم. مجلس النواب المنعقد هنا في طرابلس يعني رحب بهذه المذكرة وأيضا أكد على أهميتها. نعم. هذا الدور الداعم من مجلس النواب وحتى الأعلى للدولة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في هذه الأثناء وخصوصا في توقيع هذه المذكرة وتنفيذها وأيضا الترحيب بها وغيرها، كيف ترى وكيف تتابع سيد عبد المطلب؟ الحقيقة الدكتور إسماعيل أشار إلى نقطة مهمة جدا جوهرية، وهي ليس سرا أن نحن في طرابلس في حكومة الوفاق في الدفاع عن الحقوق عن الدولة المدنية من هذا الهجوم الشرس اللي مشاركة فيه دول الإمارات وفرنسا ومصر وجنجويد إلى آخره، لابد أن نتحرك ونبحث عن حلفاء. هذه مسألة يعني ما لا نخجل منها ولا نخفيها. وين الحلفاء؟ تونس منشغلة بظروفها ودولة بسيطة وعندها مشاكلها، الجزائر عندها حراك شعبي، مصر متحاملة علينا دولة عدوة، السودان تعاني إلى آخره، من ما عندناش حليف بعض الله عز وجل إلا الأتراك هذه الدولة الرائعة. ولكن أيضا هنا مقطع سيد. نعم. بشاغة أثناء زيارته هنالك لقطر قال بأنها كانت ناجحة هذه الزيارة وسنطور علاقاتنا معها ومع تركيا لإنجاح هذا التحالف التركي الليبي. نعم. القطري. هذا ما أود أن أصل إليه الحقيقة. لكن نحن كمراقبين ونشطاء من مدة تكلمنا وأعدنا وملأنا الدنيا كلاما وحتى بوحت أصواتنا أن حكومة الوفاق لم تستعد لهذا الهجوم، هذا هجوم متوقع وهذا اعتداء متوقع. ودائما السيد السراج نقولها، ناس يقولون لا مش وقت الآن الكلام، لا وقت، لا نستطيع أن نؤجل، ما دام اخترنا الدمقراطة لابد أن ننتقد ليتحرك أكثر. السيد السراج كان يعني متردد وكان دائما يعلن في شعار أنا حكومة وفاق وليس حكومة حرب. نعم جميل هذا، وإحنا ما نبوش الحرب خاصة حتى مع الأجانب، ما يعني الحرب سيئة جدا وخاصة مع أبناء الوطن الواحد، لكن في عدوان في شيء يعد للاعتداء على العاصمة وعلى طرح وعلى وبالتالي لم تستعد. يعني الآن في رأي وأنا واحد من الناس اللي يقولوا هذا الكلام، حكومة الوفاق بعد أن تتم هذه الحرب والحرب تضع أوزارها وينتهي هذا الشر لابد من محاسبتهم يعني. نعم. احنا في فريق كبير جدا لابد، لان هذه الدماء التي يعني سالت والى اخره، وهم واولادهم حكومة الوفاق ووزرائهم الى اخره في مأمن. نعم. فوبالتالي مسألة هذا الحلف تأخر كثيرا، هو مهم. نعم. جدا وتأخر. طيب. كثيرا، وهناك بنود مثل ما اشار سيد اسماعيل تخمينا مش ظاهرة، نحن نعتقد ان لو تطورت الامور وساءت الامور على الجبهات من خلال هذا الهجوم الضاري من قبل دول الأتراك سوف يتدخلون. نعم. مع بحديثك على التحالف هذه أنتقل بهذه النقطة أيضا لدكتور إسماعيل عبر الأقمار الاصطناعية من وصراتة. يعني دكتور إسماعيل بحديثنا عن التحالفات هنا ذكر سيد عبد المطلب بأنه يجب أيضا أن نبحث عن حلفاء آخرين. هنا تركيا أبت الرغبة ووقعت مذكرات تفاهم وأصبحت يعني حيز التنفيذ. باشأغ أيضا كان في قطر وكانت هذه الزيارة موفقة وناجحة وقال بأنه سوف يعزز هذا التحالف التركي الليبي القطري. يعني عندما نشهد كل ذلك المشهد كيف سيكون بعد كل هذه اللقاءات والتحالفات بين تركيا وقطر؟ أنا سأتكلم معك يعني بلغة واقعية هنا. أنك تدخل البحر المتوسط وفي دوامة صراع أقليمي ودون التنسيق مع قوى كبرى، فلا أظن يعني أن تجرؤ تركيا ولا حتى حكومة الوفاق على الدخول في هذا الأمر. وهنا اللي هو الدور الأمريكي الساكت هنا. يعني تركيا بهذه الاتفاقية هي قد تجاوزت العدو التاريخي اليونان، واليونان اللي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي اللي هو في مشاكل الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد تصريح ماكرون الأخير اللي تكلم حتى عن نيتو اللي تقود أمريكا وقال الميت دماغيا.
وشهدنا ردة الفعل التركية من أردوغان، وشهدنا اللي هو تدوينة ترامب أو تصريحه وغضبه. فالأمور هنا متداخلة ومبنية على ضمانات يعني في هذا الوقت، ولكن هذه الأرضية الهشة في الناحية السياسية ربما تتغير في أي وقت. الساسة يا عزيزي هم مثل التجار حقيقة، ربما أي صفقة قد تربك المشهد في أي وقت. الآن ما نستطيع أن نتفائل به هنا اللي هو كلام الوزير بشاغة حقيقة، الثانية اللي هن المعطيات الحالية والسابقة، وخصوصا أن أمريكا أعطت الضوء فيما سبق لتركيا في شمال سوريا، وهنا نقول ممكن أن تعطيها الضوء الأخضر في ليبيا، وربما لا، لأن الأمر هنا حقيقة صعب. ماذا لو نقبت يعني تركيا ودخلت في حيز تنفيذ الاتفاقية وتواجهت البوارج البحرية التركية مع اليونان؟ ما هو موقف القارة الأوروبية هنا؟ حقيقة الأمر معقد جدا، وأنا لا أعلم حقيقة حجم الضمانات هنا التي أعطيت للوزير بشاغة. الحلف هنا واضح، قطر، تركيا، ليبيا، أمريكا صامتة. فما الذي جرى خلف الكواليس وما هي التفاصيل النهائية في هذه المذكرة الأمنية التي جعلت العالم كله يتحدث عنها، واللي منهم حتى المبعوث الأممي غسان سلامة واللي قال هذه ممكن تهدد وتنسف حتى مؤتمر برلين؟ حقيقة الأمر غامض جدا، ونحن نحلل على ضوء تصريحات فقط ولا ندري الصفقات. نعم بكل تأكيد سيد إسماعيل، سأعود لك أيضا. أنتقل إليك سيد المنتصر عبر خدمة سكايب من بوسطن أمريكا. بحديثي معك قبل قليل ذكرت بأن على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ربما الضغط والدفع بالحليف التركي أكثر ربما ليدعم ليبيا، لأن هنالك انشغالات كبرى تشتغل بها تركيا ربما يكون دورها قليل في ليبيا. هنا ماذا يجب على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي أن يقوم به ربما لاستثمار هذه الفرصة إن صح التعبير وهذه المذكرات؟ علينا كما ذكرت أن نكون واضحين جدا فيما نريد من تركيا. تركيا عليها الآن أن تقف بقوة في جانب القوات المدافعة عن الدولة المدنية في ليبيا. على تركيا أن تقوم بتأمين المقرات المدنية في نواحي طرابلس لأن هذا يتفق مع القانون الدولي. ولطالما سمعنا بعض الدول الغربية تندد بهجوم خليفة حفتر على هذا، فهذه فرصة إذن أن تقوم تركيا بتأمين هذه المقرات. هذا عمل دفاعي بحت يتوافق مع القانون الدولي. كذلك للحكومة التركية أن تقوم بتقديم مساعدات فنية لحماية المناطق السكنية في طرابلس ضد الهجمات الجوية، وهذا كذلك مطلوب ولابد من حماية المدنيين، هذا بموجب القانون الدولي. وهناك وكما ذكرت بالنسبة لضبط المنافذ والممرات البحرية والجوية والبرية، فهناك عدة سبل يجب أن نصر على أن تقوم بها تركيا، لأنهم هم يستفيدون اقتصاديا بدرجة كبيرة جدا من هذه الاتفاقية. نحن الاستفادة الاقتصادية ليست هدفنا الآني قصير المدى، هدفنا هو كبح هذا أو دفع هذا العدوان. هناك كذلك نقطة مهمة جدا بالنسبة للساحة الأمريكية، أود أن ألفت إليها نظر المشاركين والمشاهدين في هذا البرنامج. هناك انقسام داخل البيت الأمريكي نحو ليبيا. البيت الأبيض كما نعرف يستمع ويصغي للمشورة الإماراتية المصرية، ومواقفه من خليفة حفتر معروفة، ولكن هناك دعم متزايد خارج البيت الأبيض في القوى التي تحارب منظومة الكرامة والمتفق عليه. عن طريق تركيا يمكننا أن
نفتح باب التواصل مع البيت الأبيض بنفسه لوجود علاقة إيجابية جيدة بين الرئيس الأمريكي والرئيس التركي كما نعلم جميعا، وإن استطعنا أن نقنع الأتراك بأن يقوموا بدورهم لتقريب وجهات النظر فعندها سنتمكن فعلا من تغيير الموقف الأمريكي الرسمي الذي هو حتى الآن يقبل بوجود خليفة حفتر على الساحة السياسية. فهناك أمور أمنية عسكرية يجب أن تكون في صدارة المفاوضات مع تركيا، وهناك أمور مادية هي مهمة واضح كلها تصب في المصلحة الوطنية الليبية. وصلت الفكرة سيد المنتصر، وأنتقل بهذه النقاط أيضا وأعود لدكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل، هنا سيد المنتصر ربما أشار على الاستفادة من هذه المذكرات التي وقعت مع تركيا، بأن الاستفادة منها يعني بحيث أن لأن أردوغان كما وصف هو صديق لترامب، وبإمكان أن أيضا أن يدخل الملف الليبي بكل سهولة إلى البيت الأبيض، ويكون هناك ربما موقف واضح أكثر وضوحا للبيت الأبيض باتجاه الملف الليبي. هنا أنت دكتور إسماعيل، يعني كيف يعني تقرأ ما ذهب إليه سيد المنتصر؟ والله حقيقة أنا أتكلم معك أن الاتفاقتين الآن وقعتا، يعني تم التوقيع عليهم، وأردوغان يعني شاعر بأهمية ليبيا، فلذلك الرجل من رمضان الماضي تكلم من تلقاء نفسه وقال مش حنسمح أن يصير في ليبيا مثل ما حدث في سوريا. الآن ربما الدعم ممكن القليل أو الكثير اللي تحصلت عليه حكومة الوفاق من تركيا ربما يتعزز الآن بعد الاتفاقية الأمنية، وخصوصا بعد زيارة اللي هو أردوغان إلى ترامب وإشادة ترامب بأردوغان، ربما أقول هنا يتعزز هذا الأمر، وهذا ستكشف لأن الأيام القليلة القادمة خصوصا أن المعارك الآن تشتد على الأرض، وتبقى الأفعال أبلغ من الأقوال يعني حقيقة أن تترجم، خصوصا أن واضح أن تركيا مستعجلة يعني حقيقة، أخذت الاتفاقية على سرعة واعتمدتها من البرلمان، وسمعنا لهن تصريحات نارية لأردوغان يتكلم بكل ثقة، والآن نسمع بشاغة بكل ثقة، والأمور كلها تقول أن في تطورات حتكون على أرض الواقع. هل فعلا تركيا ستفي بوعودها، خصوصا أن تركيا بعد هذه الاتفاقية هي محتاجة لحكومة الوفاق، يعني لا قدر الله أي تغير في المشهد أو زوال لحكومة الوفاق يعني نسف لهذه الاتفاقية، يعني اللي هي خسارة الدولة التركية. هذه طبعا إجابة أقولها الكثير اللي شكوا في الدور التركي، هو تشكيك في محله حقيقة، يعني في عالم السياسة ما فيش شيء مضمون، لكن ربما هذا يكون ضامن اتفاقية بحرية مقابل اللي هو الدفاع أن تكون مع هي واضح اتفاق. خلاصة الأمر أخي الكريم في عجالة، نعم لا أعتقد أنه سيطلب أمر جديد، الأمر كله قد اتفق عليه أظن ذلك. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب المحلل السياسي محمد إسماعيل، كنت معنا عبر دي تي إل عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة، وأيضا أشكر جزيل الشكر رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عماد الدين المنتصر، كان معنا عبر سكايب من بوسطن أمريكا، كما أشكر أيضا السفير السابق والخبير بقانون البحار من عمان الأردن عبر الهاتف سيد سالم قويطين. طيب بكل تأكيد سيد جمال عبد المطلب أشكرك هنا أيضا جزيل الشكر المحلل شكرا. السياسي أيضا مشاهدينا، فاصل ونعود من بعد لاستكمال ما تبقى من بنورما الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. رهن إشارة الوطن، منذ اليوم الأول هبوا يدافعون على أرضها ويحافظون على مكتسبات ثورتهم لا للباغي، بدمائهم قالوا، فمدنية الدولة والعاصمة خط دونه أرواحهم. هؤلاء هم أبناء ليبيا، من صدوا العدوان وأربكوا الباغي، وعلى أسوارها
أفنوه. أهلا بكم مشاهدينا، والحديث حول آخر التطورات الميدانية وما شهدته الساعات الأخيرة من تطورات ميدانية ينضم إلينا هنا داخل الاستوديو القائد الميداني بالجيش الليبي السيد طاهر بن غربي. أهلا بك سيد بن غربي. بداية أول حاجة السلام عليكم وعلى كل من يتابع ويشاهد قناة بانوراما وعلى كل الكوادر، وعليك أنت أخي نور الدين تحية طيبة، تحية الأبطال، تحية النصر بإذن الله تعالى. اليوم معنويات مرتفعة جدا، الأمور طيبة وذهبة. من شكك في الأبطال ومن شكك في قدراتهم وتمركزاتهم أقول لكم لا تتبعوا الصفحات الوهمية من صفحات الفيسبوك، ومن يطلعون بأسماء وهمية ويحاولون أن يدسوا السم في العسل أقول لكم الأبطال صامدون. طيب يعني الله تعالى منتصرون. نعم. طيب سيد بن غربية بحماسك المعهود هنا من قبل حتى أن أسأل، يعني كنت سوف تدخل مباشرة في الموضوع هنا سيد بن غربي، لو تضعني في آخر التطورات الميدانية في محاور القتال يعني وأبرز الأحداث التي حدثت اليوم. طبعا محاور القتال بالكامل الأبرز اليوم كانت في زوز محاور، طبعا هو محور الخلطات ومحور صلاح الدين محور اليرموك. طبعا هذه منذ 10 أيام، بصراحة منذ 10 أيام هذه الميليشيات حاولت وبدت تحاول بكل ما أوتيت من سلاح ومن مرتزقة سواء كانوا جنجويد أو روس أو مختلف الجنسيات. بصراحة كانوا أول حاجة لعبوا على الإعلام، وهذا كان دور كبير جدا، بحيث أنهم أوهموا الناس أنهم يتقدمون وأنهم سيطروا وأن قوات البركان أصبحت ضعيفة وأنهم قاب قوسين أو أدنى أنهم سوف يدخلون للعاصمة، وأنهم وبصراحة كان فبركة إعلامية رافقت هذا. بصراحة كانت هناك قصف عشوائي على المدنيين. طبعا من يقول لي ليش القصف العشوائي على المدنيين، نقول له هي إحباط الروح المعنوية لدى سكان العاصمة وتشريد الناس وقتل الأطفال. وطبعا أنت بعد تشوف أنت بعد يقولك ضربوا في عمارات صلاح الدين وما بعد تقول خلاص هذين وصلوا أو المشروع، هم ركزوا على الكلام هذاي طبعا. وبعد تالي طبعا كانت المدفعية والهاون والسلاح بأنواعه الثلاثة سواء كان المسير أو الحربي أو الطائرات العمودية. طبعا كل هداي انصب في اتجاه واحد بإضافة إلى هذه الإعلام والصفحات، ومن طبعا حتى محسوبين علينا احنا وقلوبهم ترتعش أو أيديهم وما عندهاش ثقة في الأبطال. طبعا خش فيه شوي من الشك وأصبحوا يقولون إن هذه القوات سوف تدخل وسوف وما ذلك الكلام، ولكن اليوم انقشع الضباب وبان كل شيء على حقيقته. اليوم منذ الصباح الباكر قواتكم كانت من يوم وأمس، شوف أنت مع ارتفاع درجات البرد معناها، وشوف باتوا في العراء، باتوا على سياراتهم، باتوا هم بصراحة فوق أسلحتهم جاهزين، وبدت ساعة الصفر وبدأ الانقضاض على هذه الشرادم اللي ربما تقدمت في الأيام الماضية بعد الأمطار. أقول لكم بعض الأمطار لأن نحن نعرف وين هم قاعدين وين هم متمركزين، والله الحمد الأبطال طبعا من يوم أمس مش قبل اليوم تقدموا في اتجاه تمركزات للعدو، وكانت إصابات بصراحة في آلياتهم وإصابات فيهم. طيب يعني سيد بن غربي قبل أن ندخل في تفاصيل الخسائر التي تكبدتها قوات حفتر سعودك بكل تأكيد، ولكن لنرحب فقط بالناطق باسم عملية البنيان المرصوص سيد محمد الغصري. أهلا بك سيد الغصري. مساء الخير ليك وإلى طهر بن غربية. نعم. وكل الأبطال اللي اليوم لقنوا العدو درس في الجو وكذلك. نعم. درس في القوات البرية اليوم. نعم. العدو تكبد خسائر كبيرة جدا. نعم. طيب يعني سيد الغصري وأنت الناطق باسم عملية البنيان المرصوص، وبعد مرور 3 سنوات على هزمكم للإرهاب وتنظيم الدولة في معقلية في ليبيا في سرت، يعني بعد 3 سنوات هل ترى هنالك مشاهد ربما متشابهة في العدوان على العاصمة على ما كنتم تقومون به في محاربتكم لتنظيم الدولة؟
شكرا لك على السؤال، وسؤال مهم جدا. طبعا التشابه هو فيه قواسم مشتركة كثيرة. كان دواعش كان سلاحهم الحزام المفخخ، الآن صواريخ الجراد كان الحزام المفخخ يدخل به بين المدنيين الدواعش. الآن من 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 يريد الدخول إلى واحتلال المدينة، مدينة طرابلس، الآن يقصف في المدنيين بالجراد. لا يوجد أي فرق بين ما يفعله داعش وما فعلته داعش خلال 2016 وما يقوم به الهمج الآن من تدمير للبنية التحتية ومن قصف بالجراد وبالقصف بالطيران. أخي الكريم، اليوم أنا شفت ناطق إعلامي ليهم يفتخر وفرحان أن اللي تم إسقاط طائرته هو طيار ليبي، وأنه هو ماهوش طيران مرتزق، وأنه هو ماهوش مشترى بالمال. مفتخر أنه هو اللي سقط اليوم هذا طيار ليبي، ولكن هو الخزي والعار على مثل هكذا الطيارين الليبيين يقصفون في المدنيين ويقصفون في الأطفال ويقصفون في العائلات. نعم سيد الغوصي السعودي، بكل تأكيد. أيضا نشرك معنا ناطق باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب السيد عبد الملك المدني. أهلا بك سيد المدني بداية. أهلا بك وبضيوفك الكرام. نعم. وبكل مشاهدي قناة ليبيا بانوراما. نعم يعني سيد مدني، قبل قليل سيد بن غربية أعطانا شوية تفاصيل، وأكيد بعد شوية حنرجع له باش يحكينا على الخسائر. أنت هنا سيد المدني لو تحكي لنا تفاصيل إسقاط الطائرة الداعمة لحفتر أو الموالية لحفتر. نعم طبعا، إسقاط الطائرة الحربية الداعمة لمجرم الحرب حفتر، كنت متواجد هذا اليوم في محور اليرموك وشهدت لحظة استهداف هذه الطائرة الحربية من قبل قواتنا الباسلة. أيضا طبعا لم نشاهد سقوط الطائرة، لكن شاهدنا لحظة استهدافها وخروج الدخان بشكل مكثف من هذه الطائرة، ومن ثم مباشرة بعدها وصلت الاتصالات من داخل مدينة الزاوية عن سقوط هذه الطائرة في منطقة السيدة زينب جنوب مدينة الزاوية. نعم طيب، يعني شاهدنا حتى عبر وسائل التواصل هناك فيديوهات ل يعني ابطال من عمليه بركان الغضب واستهدفوها بصواريخ. يعني هذه العمليه هل سوف نشهد ربما حسب متابعتك انت سيد المدني يعني قله حركه بالطيران الموالي لحفتر، بانه ربما يكون محط استهداف؟ لان الاستهداف لم يكن بمضادات طائرات حديثه، هم محموله على الكتف كانت حسب ما رأيناها في الفيديو. نعم طبعا، كل طائرات مجرم الحرب حفتر هي هدف لقواتنا الباسلة، ولن نكتفي بذلك فقط، بإذن الله سنستهدف أي طائرة أخرى. قواتنا الباسلة بالمرصاد لكل هذه الطائرات، وبالأساس ولله الحمد بعد مرور أكثر من 8 أشهر على هذه الحرب، قواتنا تعلم جيدا وتعرف جيدا كيف تتصرف مع هذا الطيران سواء كان مسير أو حربي، وبإذن الله كل الطائرات ستكون هدف لقواتنا وستستهدفها قواتنا بإذن الله. نعم، أعود لك من هنا من جديد سيد بن غربية. عندما أنهيت معك كنت أتحدث ربما عن الخسائر التي تكبدتها قوات حفتر، تفضل. نعم طبعا، الخسائر اليوم كانت بالجملة، نقول لك هذه بالجملة، معناها بالجملة والله شو نقول لك، لا تحصى لا تعد، سواء كانت بالاستهداف المباشر من مدفعية البركان. هنا بصراحة أرفع القبعة إلى كتيبة توباكتس، أبطال توباكتس المدفعية، إلى أبطال عقبة للمدفعية، إلى لواء المحجوب للمدفعية، بصراحة إلى كتيبة أبابيل للمدفعية. بصراحة هذه شغل كبير جدا جدا، تصدق من أمس الليل من ساعات الليل وهم لعند الصباح وبعد الصباح اليوم لعند المساء شاركونا في استهداف آليات ومدفعية، وكانت إصابات دقيقة جدا، أكثر من كل إصابة، أكثر في إصابة واحدة كانت لثلاث آليات وأيضا كانت لمدفع هاوزر. كانت بصراحة في الإصابات فيهم مباشرة، والله بصراحة أن يعجز اللسان عن شكر هؤلاء الأبطال. نعم. من ثم كانت الإصابات من على الأرض، معناها اليوم بعد تقدمت قواتنا قمنا باستهداف مباشر لعديد من الآليات
اللي كانت معناها أن تحاول ترمي. طبعا أنت تعرف أنهم هم عندما يكون لهم عارفين أن احنا بصراحة ما فيش سلاح جوي مساند دينا، معناها الآليات انتهم التحرك بكل حرية، معناها ما فيش شيء حيلاقيها من الطيران من فوق، معناها مطلعين الآلياتهم ودبشهم. ولكن الأبطال سرية الكورنيت تحية خاصة لهؤلاء الأبطال بصراحة، صائدوا العربات التيجرات الإماراتية هذه بصراحة كانوا جاهزين حتى هم. نعم. أيضا من بين الأضرار التي لحقت بقوات حفتر هنالك أنباء عن استهدافكم لمخزن الذخيرة ناحية معسكر اليرموك. هذه مخزن الذخيرة طبعا استهداف مباشر، وهذه كانت من المدفعية. أنا نقول لك أنا بصراحة أنا كان بنعدد لك اليوم اللي شفناه بعيوننا ختمتها بالطائرة، تعرف والله شيء معناه لا يوصف. الفرحة كانت على واللي غطى علينا بالكامل فرحتنا بصراحة بشدة هالمجرم هداي. من قال لي جيش تيبي تين جيش تيبي تقصف مدنيين، فهذا عنده عمليات قتل نساء وأطفال، شهد عليها القاسي والداني، شهد عليها صفحات التواصل الاجتماعي، قنوات الإعلام سواء الليبية أو العربية أو حتى العالمية. هذا قاتل راه اليوم دمع له، وانا قلنا احنا بالكامل اليوم والله تساقطت الدموع تساقطت فرحا عندما قلنا دمع له ما راحش هباء. ونقول للاهل وناسا باذن الله تعالى اللي قتل هالولاد هداي واسرته واهله ومن قبل الناس راهو هداي طاح وين استراح. نعم. هداي بين ايدي الابطال. وقال لي قال المسماري. نعم. اليوم في حديثه معلش بنكمل كلامي. نعم. قال المسماري هداي نقول لكم هو ده جيش ليبي. اي جيش ليبي؟ معقوله جيش ليبي؟ معقوله انت جيش ليبي بطائره متاعك تستهدف اطفال ويطلعوا لك على الاعلام انك استهدفت اطفال ما زالت انت بتجيك انك تركب طائره وتقوم باستهدافات ثانيه عن اي طائرة. حديثك عن الطيران فقط لننتقل بهذه النقاط للسيد الغصري. سيد الغصري بحديثنا هنا عن هنالك انباء عن طائرات تحوم فوق الزاويه، هل هذا ربما مبشر بانه ربما حفتر سيقوم بالرد على ما فقدها اليوم من هذه الطائره واسرها والاسر اللي قائدها، هل سنشهد ردة فعل قويه ربما؟ والله اعتقد خليني في البدايه ان نكمل ما انتهى به الطاهر. بالفعل احنا 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 كنا نتمنى ان الطيار هذا يكون من دوله من امريكا اللاتينيه او من اي من شرق اسيا، لا يكون ليبي الحقيقه، شخص اللي يقصف فينا ويفتخر انه يقصف في طرابلس انه يكون ليبي ودمه ليبي. هذا بصراحه هذا شيء مخزي وعار ما بعد عار. لو 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 وجدنا جنسيته انه هو مش ليبي كان يكون اهول بالنسبه لاهل طرابلس ولاهل الاطفال اللي تم قصفهم بالطيران. نعم. اعتقد حسب تحليلي وفهمي بعد معركه اللي خاضوها الابطال اليوم، اعتقد ان العد التنازلي في هذه المعارك بدا. ولما نقول العد التنازلي اعتقد ان خسائر اليوم تجعل من القاده ومن كل من يدعم في هذا العدوان على مدينه طرابلس مراجعه نفسها والابتعاد عن ساحات المعارك ويترك بندقيته ويلتجا الى 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 الهروب افضل من انه. نعم. يواصل، لان لو يواصل يجد امامه طيب رجال ويجد امامه قوات لا تهاب الموت. نعم. طيب سيد الغصري في المقابل هل سوف نشهد ربما عوده من جديد لطيران حكومه الوفاق وعمليه بركان الغضب لمساندة الجيش والقوى المساندة على الأرض؟ والله أعتقد أن خليه سؤال مفتوح، لأن ما نبيش أن نصرح حتى لو عندي معلومات أن في طيران أو ما فيش، ما نبيش أن نعطي لك المعلومة هذه الحقيقة، وخليها هذه مع الأيام سوف تنكشف. نعم. تشوف يتضح كل شيء. نعم. شكرا سيد غصري، أعود لك بكل تأكيد. سيد المدني أعود لك هنا من جديد، قبل قليل كنت أتحدث مع السيد الغصري حول ربما إمكانية أن يشن حفتر غارات جوية مكثفة بعد ما حدث إليه اليوم، خصوصا وأن هنالك أنباء عن طائرات تحوم في سماء الزاوية العنقاء. أنت سيد المدني كيف ربما هل ترى بأنه يمكن أن يقوم بذلك حفتر أم لا؟
نعم طبعا نحن تعودنا جيدا وطاهر بغردية يعلم ذلك جيدا، لأن مجرم الحرب حصر عندما يتلقى خسائر متتالية على أرض المعركة يقوم بتكتيف من الغارات الجوية سواء كان بالطيران الإماراتي المسير أو الطيران الحربي. قواتنا الداخلة ستكون بالمصاد لهذه الطائرات بإذن الله، ولكن أنا بصراحة أقدم تحية شكر وأجلال لكل رجال عملية بركان الغضب على الملحمة البطولية التي قدموها اليوم في محوري اليرموك والخلطات. اليوم الطلاسة والتنسيق ولملمة الصفوف والترتيب كانت اشتباكات منظمة واشتباكات رائعة جدا في أقل الخسائر. تمكنت قواتنا من استرجاع كل تمركزاتها في خط اليرموك وإجبار مرتزقة ميليشيات حفتر للرجوع إلى مكان انطلاقتها بالقرب من بوابة معسكر اليرموك. أيضا تمكنت قواتنا الباسلة وعلى دخول قوة جديدة من تحقيق تقدمات أخرى أيضا في طريق الوادي يميل محور اليرموك. أيضا من جهة أخرى محور الخلطات في التفاف مدرس قامت به قواتنا الداخلة بالدخول الخلطات من طريق المطار والسيطرة على نقاط مهمة أيضا في هذا المحور. نتحفظ عن ذكر بعض تمركزات قواتنا، لكن لكم أن تم إجبار هؤلاء الغزاة من الفرار من معسكر حمزة وتم تأمين محيط المعسكر من قبل قواتنا الداخلة. رغم الطيران الحربي نحن شاهدنا ثلاث طائرات حربية حلقت اليوم فوق سماء العاصمة والمدفعية الليزرية. طيب. تمكنت قواتنا من تحقيق هذا التقدم ملحمة بطولية واضح سيد المدني من الملاحم بقواتنا الداخلة. نعم سيد المدني. سيد بن غربية قبل قليل سيد المدني حدثنا بتفاصيل عن ما حدث، هل من إضافة تود إضافته؟ خصوصا أنه أود أن أسألك صراحة على آلتكم الطبية والطبية المساعدة في الجبهات بالرغم ما تعاني من استهداف مباشر دائما هي في مرمى النيران ومستهدفة، يعني حدثني عن الشباب هم أيضا في خط النار. طبعا قبل ما نبدي لازم نوجه تحية إلى عميد محمد الغصري، بصراحة هدبونا وأنا شرفني إني كنت بصراحة أن كان أيام البنيان المرصوص وظاي بصراحة رجل هداي من خيرة أبناء الجيش الليبي، وواحد يفتخر اللواء صح؟ اللواء معلش أنه يفتخر أنه يكون بصراحة أحد أبناء هذا الرجل. وأيضا الأخي عبد المالك المدني بصراحة جهد كبير جدا تقوم به عملية بركان الغضب الإعلام الحربي عجالة. أشكر السيد فوزي ونيس المسؤول على الأطقم الطبية وكل رجالات المستشفيات الميدانية، بصراحة هديهم راهو في خندق واحد معنا وهديهم على خط واحد ونوجه لهم شكر كبير والله يعجز اللسان على هديهم الأبطال عندما يتقدمون بالإسعافات نحو المراكز الأولى أو وما يوجد الاشتباكات بصراحة لإسعاف الأبطال. هم أبطال مثلنا مثلهم وتحية خاصة لهم. وبصراحة نوجه الآن هذه فرحة بصراحة فرحة الليبيين اليوم بالكامل لوقوع هذا المجرم، وهذه أحلى تحية يقدمها أبطال بركان الغضب إلى عائلات الشهداء من الأطفال والنساء ولأهل العاصمة طرابلس. نعم. ودعواتكم للطال بالله. نعم. بإذن الله تعالى وأشكركم جزيل الشكر على قناة بنورما على هذا الوقت وحتى. نعم. كان زدت شوية بالكلام ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. نعم سيد بن غربية أنتقل إليك هنا من جديد سيد الغصري ويكون الختام معك هنا. يعني اليوم صدر بيان ربما أو رسالة من القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لكل الأبطال حسب ما وصفهم من قوات الجيش، وأيضا توجه بتحية تقدير واعتزاز يعني لما سطروه هؤلاء الشباب من ملاحم بطولية، وقال بأنهم حريصون كل الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم قواتنا وتطويرها كبدنا أبدا لن ننسى شهداءنا الأبرار. يعني عديد التفاصيل هنا في هذا البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي، يعني كيف يعني تقرأ هذا البيان أنت سيد الغصري وكيف ترى الدور الذي تقوم به حكومة الوفاق الآن؟ طبعا لا أستطيع إلا أن أشكر السيد الرئيس فايز سراج على الكلام الحقيقة لهذا الكلام الذي يحتاجه المقاتل ليضحي بنفسه ويضحي ب بأغلى ما يملك في سبيل أن يدافع على مدينة طرابلس. هذا كلام مهم جدا لرفع روح المعنوية، وكذلك تطرق
السيد الرئيس إلى دعم الجبهات. أعتقد أن الأيام القادمة حتشهد تنسيق وتنظيم للخطاب الإعلامي وكذلك لقيادة الجبهات والمحاور وكذلك إلى طريقة الدعم وتنظيم الصفوف. أعتقد أن المعركة زي ما تفضلت في البداية قلت بدأت في العد التنازلي أو قربت من نهايتها بعد 9 شهور من الدفاع عن المدينة. آن الأوان لأن توحد الخطاب الإعلامي الحربي داخل الجبهة وكذلك نعم طريقة الدعم وقيادة العمليات وغيرها من الأمور التي تهم الجبهة والمعركة. نعم واضح وأشكرك جزيل الشكر الناطق باسم عملية البنيان المرصود سيد محمد الغصري. كما أشكرك هنا أيضا داخل الاستوديو القائد الميداني بالجيش الليبي سيد طاهر بن غربية. وأشكرك أيضا الناطق باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب كنت معنا متحدثا عبر المالك عبر الهاتف السيد عبد المالك المدني. كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.